والله إنها أحزان عندما نفقد يوما من أيام رمضان. رمضان كله خير وعطاء وكله بركة والدعاء فيه مستجاب. قد يقول قائل احنا صارنا شقد ندعو وهذا. أخوان بعض الأحيان الإنسان يدعو بالشر لنفسه ويتصور أنه الخير. بعض الأحيان يتمنى أشياء لو حصلت لجعلت من حياته جحيما أو لكانت سببا في موته أو لكانت سببا في خياراته السيئة أو لكانت سببا في دخوله النار. ولذلك فإن كثيرا من الدعاء لا يستجيب له الله لمصلحة هذا العبد، فالله يستجيب لدعائه بأن لا ينفذ ما يريد هذه الأشياء التي فيها الشر كله له. بالتالي لا يتصور البعض يقول والله أنا طلبت من ربي أنه كذا وكذا 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 ولم يستجب لي ربي. الحقيقة عندما يكبر الإنسان يكتشف بأن هنالك أشياء كثيرة من الدعوات كانت كنا ندعو بها لم تكن في صالحينا أبدا، وكانت كان فيها الوبال كله لنا. ولكن الله سبحانه وتعالى عندما يحب امرئ يحقق له ما ينفعه في الدنيا والآخرة. فاترك الموضوع لله سبحانه وتعالى واخلص في دعائك وتبتل في دعائك، فإنك حتما ستنال ما ينفعك، ولا أقول ما يرضيك، لأن الكثير من الأحيان ما يرضينا هو ما يضرنا، وأيضا كثير من ما يضرنا هو ما ينفعنا. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لذلك هذه الليالي المحددة، للأسف طبعا احنا مدنا يعني في هذا البرنامج، نحن أنا والعاملين معنا نحن مشغولون في هذا البرنامج، يعني نحرم من هذه الساعات التي كانت في السنوات الماضية كانت هي ملجأنا ومثابتنا إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن للأسف هذه السنة نحن حرمنا من التواصل، نذهب يعني قبل السحور بدقائق ويمكن تسحر وتنقضي أنوار السحر وتنقضي هذه اللحظات العظيمة. اليوم سأتحدث عن شيء عظيم ومخلوق كرمه الله بعد رسول الله. هذا المخلوق هو فاطمة الزهراء عليها السلام، أم أبيها. وهذه التسمية طبعا لم تأتي من فراغ، لأن الزهراء عليها السلام كانت قد تكفلت بوالدها بعد وفاة أمها خديجة الكبرى وهي صبية صغيرة. خديجة الكبرى توفت 7 للهجرة يعني، أو يعني هكذا أغلب المصادر تقول بأن توفيت في شعب أبي طالب عندما حاصر قريش والأمويين وأبو سفيان وغيرهم، حاصروا المسلمون والمؤمنون في وطردوهم إلى شعاب أبي طالب، وبالتالي عانوا الضنك والحر والموت. وخديجة الكبرى توفت بسبب هذا الحصار الظالم الذي فرضه الأمويون على بني هاشم، لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا ولا يعطيهم طعاما ولا غيرها. وتعرفون الصحيفة التي علقت على جدار الكعبة. وبعد ذلك بعد وفاة السيدة خديجة الكبرى ووفاة أبو طالب تقريبا هي هذا الحصار قد تلاشى، وأيضا الإسلام بدأ ينتشر. لذلك وشاهد المشركون من أبي سفيان وغيره، شاهدوا بأن هذا الحصار لا يثني من المسلمين عزيمة، بل يزيد من احترام وإجلال وتقدير العرب. العرب المشركين كانوا يأتون إلى مكة لكي يحجوا، لأنه في مكة 365 صنم، لكل قبيلة صنم.
يحجون إليه في يوم. لذلك كان سابقا قبل الإسلام 365 يوما للحج، وكان 365 عيد. ولذلك مكة كانت عبارة عن سوق. ما هو السوق؟ هو السوق أي مكان يتجمع به الناس وتباع به بضاعة يسمى سوق. فمكة دائما متجمهرة بالناس، والبضائع تأتي من اليمن ومن الشام رحلة الشتاء والصيف. ولذلك كان أهل مكة يتاجرون مع اليمن ومع الشام، ويجمعون هذه البضائع وتباع يوميا، لأن هنالك يوميا قبائل العرب تأتي إلى مكة تجارة. ولهذا وكان أعظم التجار هم بني أمية وأبو سفيان وغيره يعني. ولذلك عندما جاء الدين الجديد الذي نادى به الرسول الكريم عليه الصلاة وعلى آله السلام، هذه ضربة لموقعهم الاقتصادي. يعني هم دين واحد ويوم واحد وإله واحد، تطلع الأصنام ويعبدون ربا واحدا، ماكو لا عياد ولا حج ولا تجارة. هذا ضرب. هم عايشين على هاي الشغلة، هم عايشين على الوثنية، عايشين على الأصنام، عايشين على تعدد الأرباب، عايشين على تعدد الأعياد، عايشين على تعدد المناسبات. يأتي شخص ويقول لهم لا، هنالك رب واحد وهذه أوثان يجب أن تكسر ولا يوجد. هذا لا يمكن أن يتفق مع عقليتهم وموقعهم الاقتصادي. ولذلك الذي حارب الإسلام كان هم الرأسمالية، والذي انتمى للإسلام كانوا هم المستضعفين من الناس. إلا بني هاشم، فأن حتى تجار بني هاشم كانوا قد انتموا إلى بعض ذلك. بعض من تجار قريش أيضا انتموا إلى الإسلام رويدا رويدا. فأعود إلى بدء الزهراء عليه السلام. طبعا كانت صبية صغيرة جدا عندما تحملت الهول وتحملت المسؤولية وتحملت رعاية أبيها. من كان يعد الطعام للرسول؟ كانت الزهراء عليه السلام، لأن الرسول بعد وفاة خديجة عليه السلام ظل سنوات طويلة إلى حد أن هاجر إلى المدينة. بعد ذلك تزوج من سيدة عائشة، وبعد ذلك الزوجات الأخريات. يعني بقى حوالي 6 سنوات الرسول يعني بلا زوجة، وكانت التي ترعاه هي فاطمة الزهراء. تلاحظون هذه القضية، قضية رعاية الزهراء لأبيها، صم بكم، لا يوجد أي إشارة إلى جهد الزهراء في رعاية أبيها أبد. روح اقرأوا السنن واقرأوا الصحاح، وروحوا اقرأوا كل الأشياء، لا تجدون شيئا يذكر عن ما قامت به الزهراء عليها السلام لأبيها. من شان يرعى لعت؟ من شان يطبخ له؟ من شان يرتب له البيت؟ من شان هذا؟ طفلة صغيرة هي الزهراء عليها السلام. وذلك هذه المسكينة تيتمت وهي صغيرة، وحملت الهم وحملت المسؤولية وهي صغيرة، وتحملت مع أبيها كل الأهوال. يعني لا أحد يذكر أن الزهراء كانت عفوا عندما يخرج الرسول كانت تقف وراء الباب، لأنه كان المشركين يتربصون بالرسول الشر. فكانت المشركين لا يستطيعون أن يضربون الرسول، لأن وراءه بني هاشم. هم يضربون بلال حبشي، يضربون خباب بن الأرت، غير هذا، هؤلاء، عمار بن ياسر اليمني الذي ليس له عشيرة تسنده، هؤلاء يعذبوهم. ولكن الرجل التابع لماذا لم يعذبوا الصحابة الأوائل؟ يعني لأنهم وراءهم قبائل. فذلك الرسول لم يكن يفعل شيئا بإذاه. ماذا يفعلون؟ يؤزوا صبيانهم ويقول لهم روحوا أرموا الأوساخ أو القاذورات أو النجاسة عفوا على الرسول، أو ضربوه بالحجر،
أو ضربوا هذا أو حطوا نار جوا، يعني أشياء كثيرة. فعندما لا يستطيع بني هاشم يعني يبسطون طفل، تحط عقلك ويا جاهل. وعندما يقول لهم امنعوا صبيانكم، والله الصب حوازرة يلعبون، حوازرة يلعبون فما بالنا نمنعهم. حوازر، الحوازر يعني أطفال. فذلك كانت هذه الخطوة. من قائد هذه العملية؟ قائد هذه العملية عفوا، قائد هذه العملية هي حمالة الحطب التي في جيدها حبل من مسد. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. من هو أبو جهل؟ أبو جهل عبر رسول. من هي حمالة الحطب؟ أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان. شوف شلون مرتبة هاي العائلة ما شاء الله. من كان ترعى يعني الذي كان مقرب وحبيبها؟ حبيب أم جميل كان معاوية ابن أخيها، كان أحب الناس إليها. وذلك ماذا كانت تفعل أم جميل؟ دائما تجيب معاوية والصبيان، تعطيهم حلوى وأشياء وتقولهم روحوا سووا كذا كذا بالرسول. هي كانت دائما تقود التخطيط كله لوضع القاذورات على طريق الرسول الكريم. لكن طبعا من الذي وقف لهم وأوقفهم؟ الإمام علي عليه السلام كان صبيا، يعني كان عمره في هذه الفترة 14-15 سنة يعني. معاوية كان أصغر يعني سنتين أو ثلاث يعني. ولذلك كانوا عندما يخرج الرسول يقول أين القاصم، والبعض يقول أين القاضم. القاضم يعني ليقضم. ليش سمى الإمام علي قاضم؟ لأنه الإمام علي كان يطلع مرافق مع الرسول، كان صبي، فيقول للرسول امشي أمامي يا رسول الله. هو يلبد بأحد الأزقة ويختل، ويجون الصبيان هي هي ويشمرون، فيجيهم علي بن أبي طالب طاب طاب طاب، فيشوف واحد يشمر هيك. أبو الحسن كان هو صغير كان قوي، فكان واحد يضربه على علباته يشمره، واحد يضربه شلاقة يشمره. هكذا وذلك كان الرسول يسمع هي 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 ورافد شيء، ورأسه هناك لو صار سكوت ما يشوف لك إلا أطفال، واحد يشمر هيك، واحد يشمر هيك، واحد شبح واحدة. فيبتفت يجا أبو علي فيبتسم، فيسميه القاصم أو القاضم أو القاصم. فكان توبهم يعني ولذلك كانت أم جميل تكره عليا بشكل، وهند كانت تكره عليا بشكل فظيع، لأنه دائما يجيها معاوية مبسوط، وهذه حبيبها معاوية. دائما يأتي مدمة. يا ما ضرب معاوية على قفاه من الإمام علي، ما ترونه في حمرة قفا معاوية كلها من ضربات الإمام علي عليه السلام. فعودا إلى بدء، الزهراء عليه السلام، شوف الحامي والبادي جارد كان هو أبو الحسن. الزهراء كانت تبقى وين؟ خلف الباب. تعرف المدينة قرية صغيرة يعني مو كبيرة. فماذا يفعلون المشركين؟ الرسول عندما يذهب إلى الكعبة ويصلي يعني، فشي يسوون؟ دائما الحكم عبد العاص وغيره وأبو سفيان وغيره، فيقولون لخدمهم آتوا هنالك بيت أبي فلان، يوم أمس قد ذبح عجلا أو ذبح ناقة. وهذا طبعا هذه بها مخلفات، الأحشاء الداخلية وأيضا مخلفات، وهذه الجمل يعني حوالي طن توصل.
ومصارين عفوا وغير هاي المخلفات. فكان اكو مكان يربون بي في مكة يعني مثل المكان المزبلة عفوا، فأقول لهم روحوا جيبوا هذه الوساخة وأيضا يحطوا الصبيان ويحطوها فوق الرسول من كان يصلي. فالزهراء كانت عندما تحس كانت دائما معها يعني شيء تحمل فيه ماء وخرقة، بمجرد أن تسمع هذا الشيء تجري وهي صبية تجري وتصرخ بهم، كانت شجاعة جدا الزهراء عليه السلام، وتصرخ بالصبيان كانوا يفرون من أمامها، لا أحد كان يستطيع أن يواجه الزهراء حتى وهي صبية. صرخة واحدة من الزهراء ترعب الصبيان وترعب حتى الرجال يعني. فكانت تأتي وتغسل رأس الرسول أو كتفها أو ملابس وتمسح بالخرقة تنظف عن أبيها يعني لحد ما يكمل صلاته ويعود إلى البيت. فكانت للزهراء مسؤوليتان، مسؤولية وهي صبية وهي طفلة صغيرة، ما لها مسؤوليتين، مسؤولية حماية وتنظيف أبيها خارج البيت، ومسؤوليتها داخل البيت من يرجع تغسل له هدومه وهذا وتسوي له الطعام. ولذلك كانت تسمى بأم أبيها، ورعته رعاية خاصة الزهراء عليه السلام. ولذلك تلاحظون هل سمعتم يعني هذه تجدونها في بطون الكتب، طبعا تجدها في إشارة قالها واحد، جاءته شيء من لحظات الإنصاف ذو قتيبة مثلا، أو بعض الأحيان الذهبي يخطأ يحط لك هذا، الطبري بعض الأحيان يذب له حجاية مثلا، ابن كثير بعض الأحيان يذب له بعض الكلمات يعني. وتجد هذه في المصادر السنية يعني، ولكن لا أحد ينتبه إليها لأن هي مجرد إشارات بسيطة، وكانت الزهراء يعني هكذا هيك، ولهذا لم تعرف. ولهذا تشوف لا يوجد للأسف يعني، هسه كل واحد يحكي عن زهراء، ها أنت طائفي، ياب هاي الزهراء، هاي الزهراء بنت محمد، هاي مو بنت فلان يعني، هاي بنت محمد أخوان. يعني كل ما نقول الزهراء ها هاي طائفية، ليش طائفية أخوان؟ ليش طائفية؟ لا يجيك واحد عندما ذكرت الزهراء اليوم لماذا لم تذكر أمهات المؤمنين؟ على رأسنا وعيننا أمهات المؤمنين، نجلهن ونحترمهن، بس هنالك منزلة وهنالك منزلة، منزلة الزهراء فوق كل النساء، سيدة نساء العالمين. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرة أخرى تحدثنا قبل هذا الفاصل عن بعض مما امتازت به الزهراء عليه السلام، وقلنا بأن الزهراء عليه السلام كان لها دور كبير جدا في الإسلام، ولكن لا ترى أي شيء يخص الزهراء. يعني أخوان هاي مو طائفية، الله يخليكم، الأمويون والعباسيون أوجدوا سننا وحديثا وشيئا في السيرة لم يذكروا شيئا لبني هاشم، لا أولاد علي ولا للزهراء. تعتيم هذه ليش ما يصدقوها؟ ليش متصورين انه خلاص اللي اجانا هذا؟ تلاحظ ست روح مثلا جوامع حديث الرسول بعد هذا، وكانما الرسول قاعد ويا واحد بس من الصحابه، واحد قال الرسول ورد عليه فلان وقال له قال نعم هذا، ثم قال رد عليه فلان، وكانما الرسول قاعد فقط ويا شخص واحد من الصحابه. ما معقولة يا جماعة، مو معقولة يعني، هذا يعني هذا معناها احنا حذفنا من الإسلام 99%، لأنه هنالك أشخاص كانوا مع الرسول ملتصقين، لا تسمع لهم حديث ولا تسمع لهم كذا ولا تسمع لهم كذا ولا تسمع لهم كذا. فلان وفلان آمنوا بعد ما شو وقت آمنوا يعني، شو وقت دخلوا الإسلام، وهل كانوا عايشين مع الرسول في بيته، وهل
رأسا يقعد. وقال الرسول ورد عليه فلان قال له ولكن كذا، ثم رد عليه فلان، وكأنما الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام وشخص واحد قاعدين يتحاورون، رسول محمد وهذا الشخص، هذا هو الإسلام. وبعدين يوزعوها شوية حديث على فلان وفلان 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 وخلاص هذا الإسلام. أخوان هذا مو الإسلام. هواي أكو أشياء يعني تم التعتيم عليها عندما كتبت السنن. يعني هيجي واحد يقول لك تنك أجرح، لا أخوان أنا رجل لا طائفي ولا لي شغلة بالسنة ولا لي شغلة بالشيعة، بس الموضوع صار مضحك يعني مخجل. يعني شنو الإسلام إحنا الربطة بفلان فلان؟ لا 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 تحكي على معاوية، لا معاوية ماذا خال المؤمنين، يعني هي صارت هذا الإسلام معاوية وفلان وفلان، مو هذا معنى هذا يبقى الإسلام معاوية وفلان انتهى الإسلام خلاص صحيح. ورأوا تلاحظون يومية وطلعنا جماعة مستندين على قضية ابن تيمية وقضية معاوية وغيرها، وهي تبقى التمزيق. الإسلام هذا ليس الإسلام أخوان، هذا الإسلام يحشون به البعض، هذا مو إسلام، هذا مو إسلام، هذا شيء آخر، هذا صناعة دولة قومية. يعني شخص رجل بالسيف قتل ذبح مدري شنو سوى دولة وقال لك أنا مسلم مدري شنو، وربطوا الإسلام به وربطوا القرآن به وسووا الأحاديث ومدري شنو، انتهت رقموها سووا إسلام، هذا مو إسلام، هذا مو إسلام. الإسلام إسلام الله ومحمد، وذلك أشياء عظيمة. احنا اذا نسكت والله ها لا متخاف عليك، شنو خوف عليه يعني شنو خوف عليه؟ الله اذا تعرضنا للخطر فمرح قلها الانسان يذهب شهيدا. يعني احنا اذا ننتخي لله ولرسوله وللاسلام، هذا مو اسلام اخوان. خمس احاديث فلان وشخصيه وهذا وشنو هذا، انتهت الادوار العظيمه. شوفوا وخلي يزعل يزعل، احنا لا تاخذونا في الله لومة لائم، احنا ضد رضا الله. والله قالوا لي انت راح تفقد جمهورك، خلينا نفقد جمهوري، شنو نفقد جمهوري؟ انا ارضي الجمهور لا ارضي الله؟ شنو احنا قابل ناخذ فلوس احنا يعني؟ احنا نريد نرضي الله سبحانه وتعالى ونرضى ضميرنا. شوف الزهراء عليه السلام، يعني هم بها طائفيه الزهراء، الزهراء زهراء مو بنت محمد، يعني هاهم بها طائفية، الزهراء هم سنية وشيعية، يعني هيك صارت هيك صارت، هاي سنة وذول الشيعة حتى بآل البيت، حتى بس عايز يقول محمد سني ومحمد شيعي هاي، وهم قالوها أيضا. يعني أخوان الزهراء عليه السلام، طبعا لا تقول هذا الحكي، الزهراء ماتت عمرها 18 سنة، ماكو حكي، يعني كل واحد يجي يكتب كيفه. منو قال لك الزهراء الزهراء تزوجت عمرها 9 سنوات؟ يا بليش؟ والله ان الرسول تزوج السيدة عائشة عمرها 9 سنوات، منو قال؟ هاي حالة. الرسول لم يزوج ابنته حتى اصبحت صبية ناضجة لا تقل عن 15-16 سنة اطلاقا. يجي واحد يقول لك عمرها 9 سنوات تزوجها وبقت 9 سنوات، اذا ماتت 18 سنة. شلون يا 18 سنة؟ وشلون الرسول زوجها 9 سنوات؟ منين جبتوها 9 سنوات؟ لهي شو وقت انولدت؟ خاطر عمرها 9 سنوات وتزوجت؟ هذا كلام هراء. اخوان الزهراء توفت 28 سنة. البعض يقول 27، البعض يقول 29، الأقل واحد يقول 26. 26 توفت لأن تزوجت هي بعمر معين، يعني تزوجت عمرها 15 أو 16، يعني 16 ليس أقل من ذلك. فالزهراء عاشت مع الرسول ما لا يقل عن 28 سنة، 28 سنة بحضنها، هي بحضنها 28 سنة، هو حاضنها وحاضنته 28 سنة، يحكي وياها وينام وينام وتيمه وتوكله ويوكلها. سمعتوا لكم حديث عن الزهراء 28 سنة أخوان؟ هسه دعونا نعلى الله على الطائفية السنية والشيعية، دعونا دعونا أحد نحكي على دين محمد. 28 سنة امرأة عايشة في حضن الرسول، بنته تأكل وياه وتشرب وياه وتنام وياه وتلوليلها ويلوليلها ويطببها ويطببها،
مارست هي تطببها ومارس هو يطببها، يعني توكله وهو وكلها، يعني كل الأدوار عاشتها الزهراء مع الرسول. سمعتكم حديث عن الزهراء؟ زين، هذا مو إساءة للإسلام إنك هنالك ينبوع من الإسلام أغلق لمصلحة من يغلق؟ يعني قبل راح تقول الزهراء عن الزهراء عن الرسول دير بالكم على ولدي علي هو الخليفة، لا، راح تقول أشياء معينة تخص الإسلام. زين، ليش غلقتوها؟ زين، الإسلام ألا يكون ناقصا إخوان عندما أنت طالب عنده 10 كتب لازم يدرسها للامتحان، 9 كتب اتبع قاريها وطبيت الامتحان، تقدر تنجح يعني؟ يعني انت وتقول لي هذا تخلص المرحلة هذه؟ لا اخوان، هذا مو دين الاسلام. هنالك اشياء، انا ما اقول السنة صح والشيء خطأ، انا اعرف هنالك في الصحاح احاديث وهنالك ايضا في الجانب هذا في السنة والشيعة اكو احاديث يعني معينة، لا اريد ان اتكلم وازعل دولة وازعل دولة، اكو مبالغات نعم، بس احنا نحكي على الجوهر. الزهراء عاشت 28 سنة، 27 سنة، 29 سنة، 26 سنة، 22 سنة، 20 سنة، اوكي. سمعت لكم حديث يعني، سمعت لكم احد خطبوا عن الزهراء قالوا شنو هذا؟ فقط في بعض الروايات اللي يذكرها الشيعة فقط. وهذا عن اهل البيت. ينبوع كامل احاديث عظيمة عن اهل البيت محيت. كما ان الشيعة اكو حديث كثيرة موجودة عند السنة لم يعتدوا بها، ايضا خسارة يعني. مو كل الصحاح الموجودة البخاري ومسلم كلها خطأ، لا، اكو بها اشياء صحيحة. فاذا يجب ان يصير تلاقح، يجب ان يصير ابتعاد عن الاشياء. فانا اتكلم عن اكبر الجرائم وهي الزهراء. الزهراء عليه السلام كان بيتها هو ملاذا لكل المسلمات والمؤمنات وزوجات المؤمنات المؤمنين وبناتهم، يعني بنات الصحابة وين يروحن؟ الشرف العظيم وين غير بيت الزهراء؟ يجن للزهراء. عندما كانت صبية تلعب مع من تجالسها؟ يعني الزهراء ما قعدت ويا واحدة من بنات الصحابة ولا زوجات الصحابة ولا شيء، ما حكت، ما سولفت، ما حكت، ما صارت لها قعدات نسائية، قعدات خاصة أبد، ما سوت شيء، قعدة عصرية كليها شيء وما أدري شنو، ما قعدت حكت، ما طبخت ويا صديقاتها، ماكو، ما قعدت تجي زارتها واحدة وهي زارت، ماكو. زين، هذا الزهراء ما تنقل عن الرسول يا أبا اليوم رأيت أبي فعل كذا، قال أبي فعل كذا، وهي الأحاديث شو الأحاديث؟ سمعت عن فلان عن فلان، سمعت رسول الله يقول كذا، وواحد رأيت الرسول يفعل كذا، وهي هذه السنة النبوية. يعني شو السنة النبوية؟ كل شيء قاله أو فعله أو رضى عنه أو نهى عنه الرسول هو هذا السنة. زين، الزهراء من تطلع تحكي ما كانت تقول، تحكي على الجن، غير تحكي عن محمد، عن أبيها الرسول، اليوم كنت مع أبي، اليوم فعلت كذا، اليوم عملت له شيئا فأحبه أبي، اليوم قال أبي قال كذا، أبي قال لا تفعلي كذا، مو كله يعني. هو الرسول حكى مع من يعني؟ أكثر واحد حكى هي فاطمة الزهراء، ماكو أبد إطلاقا، خلاص إغلاق. زين، ليش؟ هاي لمصلحة من؟ والله الأمويين أرادوا هذا، خاطر معاوية بن أبو سفيان يسوي دولة أموية ويخليها الحكم بابنه، وخاطر هند تتحقق أمنيتها أن ولدي هذا سيقوم هذا، ويبنون القصور يتزوجون جواري وما أدري شنو، هذا خاطر هو هذا هو الإسلام؟ هذا الإسلام أخوان؟ هاي الإسلام معاوية أم الزهراء؟ الدولة الأموية أم الزهراء؟ استدعونا من علي، أنا ما أحكي على علي والحسين وطاذة لا، أنا أحكي على الزهراء، عن بنت رسول الله، عن سيدة نساء العالمين، يعني التي قال عنها الرسول كلمات مذكورة عند البخاري ومسلم، عند البخاري ومسلم،
من أغضب فاطمة فكأنما أغضبني ومن أغضبني أغضب الله. رضاء الله من رضاء فاطمة. قابل الرسول يجامل بنته، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني قابل مني أما الرسول قال والله أحب الزهراء لازم أنطيها فتشية، أقولها كلمة رضاء الله من رضاء فاطمة إن لم يكن شيء موحى إليه. رضاء الله من رضاء فاطمة. سيدة عائشة تقول في البخاري، تقول سئلت من هو أحب الناس إلى رسول الله، إلى رسول الله، قالت ابنته فاطمة أحب الناس إليه. أي سيدة عائشة. قالوا لها ومن الرجال؟ قالت زوجه علي. هذا مذكور بمسلم والبخاري. طبعا هسه يقول لك عندما سئلت قال من؟ قال عائشة. ومن الرجال؟ قال أبيها، مع إجلالنا لأبي بكر يعني. بس هذا المذكور أخوان، هذا المذكور في الصحاح. أما ابن تيمية شو يقول؟ ما له شغلة، ابن تيمية يقول غير شيء. ابن تيمية يقول اللي يقوله على قولة المصريين. ابن تيمية ما له شغلة، في عالم آخر أخوان، يعني يصف ما يصف يعني. فأخوان، ألا يعني هو إنقاص لعظمة الإسلام إننا لا نجد حديثا عن الزهراء؟ هاي اللي عاشت بحضن الرسول طول عمرها، اللي شافت أدق تفاصيل الرسول، واللي شاف أدق تفاصيلها، ما واساها، ما حكى وياها، من بكت في اليوم من حطها بحضنه يلها يا بناتي كذا كذا كذا، هذا مو حديث. ما فد يوم الزهراء عليه السلام وقعت وشوية انجرحت وداواها الرسول وقالها يا بنيتي كذا، هذا مو حديث. من يجي مناسبة ويقبلها الرسول يحكي وياها ويهمس بها، زين هذا مو حديث. من تزعل وما ادري شنو والضوج ويجي يقولها فلان شيء، زين هذا مو حديث. من تاكل وياكلون سوى، هذا الحكي هاي مو حديث. لما يسوي لها شغله ما ادري شنو، هذا مو حديث. لما تجيب له هي اكل ما ادري شنو ويقولها يا بنيتي كذا، هذا مو حديث. زين هاي مو كلها احاديث اخوان. يعني 20 ساعه الرسول قاعد ويا فاطمه يحكي، وفد 4 ساعات الرسول يطلع بالصلاه يحكي مع الصحابه. 4 ساعات، روح 5 ساعات، 6 ساعات، 7 ساعات، 17 ساعة هو مع فاطمة. يعني 17 ساعة هو مع فاطمة، وذول الصحابة يتغيرون، قد يكون واحد منا اجى، واحد هذا، واحد ما اجى للجامعة، واحد هكذا يعني. يعني هكذا روح 7 ساعات يعني. زين هاي ال 17 ساعة على مدى 27 سنة، 28 سنة، 29 سنة، يقول حسب قول البعض 22 سنة، 23 سنة، وينها؟ هذا مو إرث محمدي ضائع. هذه أليست كنوز نحن بأمس الحاجة إليها؟ يعني ليش يعني السيدة عائشة، يعني إجلالنا واحترامنا لها يعني. طبعا الإساءة إلى أمهات المؤمنين، هذا أمهات المؤمنين هذا مرفوض، لأنه يعني عرض الرسول. الإمام علي قال للرسول يعني الله الذي طهر نعلك ألا يطهر عرضك؟ يعني فإذا احنا من هذا، ولا إساءة لي هذا، ولسنا سبابين وشتى. ولكن السيدة عائشة كم عاشت مع الرسول؟ عاشت 8 سنوات أو 9 سنوات، عاشت 9 سنوات، وفاطمة الزهراء عاشت 27 سنة. أنا مدى أقلل من قيمة السيدة عائشة إطلاقا، إحنا لا نتكيف ولا نخاف ولا مدشي، بس إحنا أبو الحسن قال هذه الأمة تركها حبيبي رسول الله فلن أمزقها. يعني إحنا نذكر الحقائق التاريخية. زين هاي تلاحظ كل أحاديث أخذت عن السيدة عائشة. زين 27 سنة ويا السيدة الزهراء وينها؟ طبعا هاي مو نقول دنكايل احنا طبعا.
طبعا بالذات الزهراء فوق كل النساء، لا يمكن أن تقارن كل زوجات المؤمنين مع الزهراء. طبعا هاي ما هاي الزهراء، هاي ما بيها نقاش. فإذا أين الأحاديث التي تخص الزهراء؟ الزهراء اللي حولت فضة خادمة عندها بربرية، حولتها إلى متفقهة في الدين. فلذلك فضة ظلت بحياتها عندما تسألها تردك بآية قرآنية، عندما كيف حالك تجاوبك بآية قرآنية، أين أجد فلان تجاوبك بآية قرآنية، هل نمتي تجاوبك بآية قرآنية، ما هو الأحوال تجاوبك بآية قرآنية، هل أكملتم الطعام تجاوبك بآية قرآنية. ظلت تتكلم بالقرآن. مين تعلمت؟ من الزهراء. زين هاي اللي حولت فضة إلى لسان القرآن، لسانها القرآن. إذن عربيات الأخريات اللي كانت موجودة ما حفظا عنها شيء، ما قال عنها شيء، قد يقول إنه نساء. ليش؟ ليست لدينا حديث عن أم سلمة، أم سلمة رضوان الله على أم سلمة من أمهات المؤمنين. طبعا سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى لنكمل الحديث الذي بدأناه اليوم، الحديث ذو شجون، حديث جميل عن أجمل وأعظم مخلوق على الأرض بعد رسول الله، وهي الزهراء عليه السلام. طبعا وقلنا بأن الزهراء عليه السلام ظلمت كثيرا في حياتها، وظلمت أيضا في ذاكرة المسلمين لها. يعني تلاحظون كما قلنا بأننا لا نجد أشياء كثيرة تخص الزهراء، لا نجد حديثا للزهراء، لا نجد أي توجيه للزهراء، بينما الزهراء عليه السلام كما قلنا عاشت كل عمرها في حضن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقط أريد أتكلم عن قضية مهمة جدا تخص منزلة الزهراء، حتى لا أحد يقول إنكم تبالغون بالزهراء. طبعا احنا حتى لو بالغنا احنا بدنا نبالغ بمنو؟ بتمنو يعني؟ بتمنو بدنا نبالغ؟ بيت رسول محمد يعني وحتى لو بالغنا يعني لا يعني هو إظهار للإسلام، إظهار لعظمة الإسلام. وهل يوجد أطهر من الزهراء بالزهراء؟ وهل توجد بتول على الأرض تضاهي الزهراء؟ وهل كانت امرأة على الأرض بخلقها؟ وتصوروا أن الزهراء، لنحكي هذا الكلام، عند وفاتها قبل أن تموت بيومين أو ثلاث، طبعا قالت هي لا يمشي في جنازتي اثنين، رجل وامرأة. ذكرت رجل قالت هذا لا يمشي في جنازتي وقد أغضبني وإني غاضبة عليه، وامرأة لا أريد أن ترى جنازتي فقد أغضبتني وإنني غاضبة عليها. ولذلك عندما توفت الزهراء أراد هذين الاثنين أن يدخلها، فوقفت أسماء بنت عميس ومنعتهما، قالت لها هذه وصية الزهراء، قالت والله نشكيك إلى زوجك أبو بكر، قالت اذهب. هذه وصية الزهراء. وجاءها أبو بكر قال لماذا فعلتي؟ قالت هذه وصية الزهراء، أنا أعد نفسي أمها. أسماء بنت عميس طبعا شخصية جليلة، تزوجت جعفر بن أبي طالب عليه السلام، وعندما استشهد جعفر زوجها أبو بكر، لأن أبو بكر كان خليفة يعني، أصبح فيما بعد خليفة يعني. وعندما توفي أبو بكر تزوجها الإمام علي، فهي تزوجت ثلاثة من عظام الصحابة يعني، جعفر وأبو بكر وعلي بن أبي طالب. فقالت لها يا أسماء لا تدخلي علي هذين، ولكن يا أسماء، شوف إلى بنت الرسول،
قالت لها: لا تظهروا نعشي أمام الناس، فإن النساء عندما يتوفين يحملن على شيء ويضع عليهن إزار، هكذا العادة. فقالت: لا تفعلوا كذا حتى لا يرى أحد أعضاء جسدي وأنا ميتة. هي ميتة تخاف. فقالت لها: يا أسماء، أنت كنت في الحبشة وتعلمتي وعلمتي كل نساء المسلمين أشياء كثير، فاعملي نعشا لي فيه يعني مثل الشناديخ، حتى عندما تضعون الإزار لا يرون تقاطيع جسدي. فبظرف يوم واحد من القصب عملت، طبعا من الخشب بعد من القصب، عملت أسماء بنت عميس، عملت لها نعشا. فعندما توفيت الزهراء وضعت فيه، وبي طبعا شناديخ من الأطراف، وبالتالي وضع الإزار فلا يرى جسدها. قالت لهم: كي لا يرى الناس جسدي. هذه هي الزهراء، هذه بنت محمد، هذه التي حجب كل تاريخها. حجبت تاريخها عن شنو؟ إرضاء لمعاوية وإرضاء لبن عباس، والله لأنه إذا نبجل بالزهراء هذا حديث واحد لا ينقل عن الزهراء، خاطر ها هاي الزهراء زوجة علي، أم الحسين، أم الحسن، لا ماكو، خلاص اقطع. لا زين، أنتوا دول اللي سويتوا علم الرجال، علم الرجال، ودققتوا بواحد، مجرد شوفوا بهاي مال علم الرجال، مجرد واحد يقول يمتدح عليا، ويعني عنده فد كلمة بتخص معاوية، رأسا يمنع الحديث ويقول: ناصبي يسب الصحابة، عفوا رافضي يسب الصحابة. طبعا هاي منتقل الجيل الجاي، هذا كافر وكذا وكذا. أي حديث من يوصل عن هذا الشخص ماكو، قطع، هذا رجل غير أمين. ليش؟ لأنه غير أمين، لأنه يسب الصحابة. يا صحابة تكلم عن معاوية ومدح عليا، يعني مثلا علي بن الجعد، هو كل الفقه السني خرج من علي بن الجعد، ولكن أي حديث عن علي بن الجعد يمنع. ليش؟ رافضي يسب الصحابة، لأن ذكر وأساء لمعاوية، هكذا. فجردوا الأحاديث من كل شيء. طبعا الحج هذا أخوان مو الحج مالي، حج المصادر السنية عفوا يعني. فأي شيء ينقل بالتأكيد، يعني علي بن أبي طالب يعني عاش عمره كله، علي بن أبي طالب شهد الرسالة كما قلنا، يعني قبل البعثة النبوية الرسول كان علي عايش وياه ببيته، ابنه جايبه عايش وياه، فمن يطلع يروح الغار حراء ياخذ ويا علي ويسأل وياه، وشافه كل شيء حتى قبل النبوة، وحتى عندما القرآن كله 99% كتبه علي، والحواشي وهذا. شوفوا كم حديث في الصحاح عن علي، وشوفوا كم حديث عن فلان وفلان وفلان. واحد من اليمن زار مكة مرة، مدينة مرتين أو ثلاثة، اللي نقل عنه أحاديث أكثر ما ذكر على علي بن أبي طالب. زين شلون؟ إذن هنالك كلام كثير وأحاديث كثيرة، ألغي ألغي. هذا اللي نقلها رجل غير أمين، محب لعلي غير أمين، هذا يكره معاوية إذن يسب الصحابة، إذن هذا رافضي عفة. من واحد من السلسلة عن 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 واحد يطلع هذا، إلغى حديث، انتهى، ضعيف، أطلع سقطه. فسقطنا أحاديث كثيرة جدا كانت تنقل. زين هذا مو إضعاف للإسلام أخوان؟ يعني احنا يجب أن نعود إلى الجوهر العظيم. يعني فالزهراء عليه السلام كانت بتولا حتى في موتها، كانت بتولا في حياتها، وكانت متبتلة وبتولا حتى في مماتها. ولذلك عندما توفت الزهراء عليه السلام، اللي دفنها أبو الحسن علي بن أبي طالب، فقال كلمة يعني أنا ما أريد أقول من يعني مذكورة، لكن طلعوا باليوتيوب
وقولوا كتبوا الشيخ المصري الشعراوي وهو أزهري يعني سني ماذا قال عن خطبة الإمام علي عن عند دفن الزهرة. هذا مصدر سني يعني هي مكتوبة ولكن أيضا ذكرها الشعراوي. قال ما معناه لا يساعدني على فقدان الزهرة إلا ألمي بفقدانك يا رسول الله، وها هي ابنتك قادمة إليك لتعلمك عن حال أمتك من بعدك وتعاضدهم عليها. تعاضدهم عليها، تعاضدهم عليها، هذا مو مصدر شيء قال. إذن صار شيء من الظلم للزهرة. أنا ما أتدخل بتفاصيل أخرى يعني ولا أريد أن أتكلم هذا. فالزهراء ماتت مظلومة، عاشت مظلومة وماتت مظلومة. هذه المظلومة المتبتلة بنت محمد عليه الصلاة وعلى آله السلام لا يذكر عنها شيء يعني؟ لا نعرف شيئا عن أحاديث الرسول؟ يعني حتما الرسول خص الزهراء بكلمات لم يخص أي واحد طبعا، يمكن خص كلمات ما خص بها علي بن أبي طالب حتما، وخص بها كلمات وتصرفات يعني عندما كان يخرج حمام مستحما من الذي تستقبله قبل أن يتزوج رسول الزهراء، حتما كان يقول كلمات ويفعل كلمات. كل هذا ماكو، كل شيء يخص الزهراء قطع. في زمن الأمويين لا تبقوا لعلي وأبنائه شيء، أي ذكر منهم خلاص هؤلاء أعداؤنا ويجب أن نمحو ذكر. فذلك الحوراء زينب عندما قالت لي يزيد والله لن تمحو ذكرنا يعني ولن تستطيع أن تزيل وحينا ولن تمحو ذكرنا، لا تزيل وحينا يعني الوحي نزل على رسول الله، ولا تمحو ذكرنا، هذا ذكرنا موجود ما يقدر تمحي أنت مهما هذا، افعل كد كيدك واسعى سعيك، روح شو سوي سوي ماكو ما تقدر، هذا ربك أوجده. ولذلك هذه جزء من الطائفية التي جاءت بتحارب زين، هذا مو طائفية يعني، مو طائفية إنك تمتنع وتحجب سنة رسول الله اللي هي أغلب سنته كانت مع علي والزهراء. سنة الزهراء شنو غير حياته وقوله ورفضه أو موافقته؟ نصف اللي سواه الرسول ويا الصحابة نصفه مع علي والزهراء. أنت عندما تحجب علي والزهراء أنت حجبت نص سنة الرسول، إذن السنة ناقصة، إذن السنة يجب أن تكتمل. وكيف تكتمل السنة؟ بمعرفة حياة الزهراء وحياة أبو الحسن. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى لنكمل ما تبقى من لحظات السحر، هذه اللحظات الخاصة الإيمانية. واليوم في هذه الليلة كنا نتحدث وسننهي الليلة إن شاء الله بالحديث عن أشرف مخلوقات الله بعد رسول الله الزهراء عليه السلام، وعن بعض من حياتها وعن بعض من ما قدمته، وتكلمنا عن مظلوميتها في أنها لم تذكر. لا نتكلم عن بعض الإشكالات وبعض الأشياء، يعني لا نريد أن ننكأ جراحا يعني، نحن نريد لهذه الأمة أن تكون متوحدة، ولكننا رأينا أن السنة النبوية قد ثلمت عندما ثلمت حياة الزهراء وحياة علي، لأنه أغلب حياة الرسول عليه أفضل الصلاة وعلى آله السلام كانت مع الزهراء وكانت مع علي، والسنة هي حياة الرسول. فعندما تثلم وتحجب هذه الحياة فإن السنة تكون ناقصة تأكيد يعني. ولذلك فإننا عندما نتكلم عن حياة الزهراء نحيي سنة، بل السنة الأشرف والأعلى والأعظم من حياة الرسول، وهو
حياة علاقته بالزهراء عليه السلام. لمنزلة الزهراء شيء عظيم طبعا، الله سبحانه وتعالى الذي خلق الكون، هذا الكون العظيم، انظروا إلى هذا الخالق العظيم كيف أنه أعطى للزهراء منزلة عظيمة. أنا قد يقول قائل شنو الربط وين شنو هذا، سأقول لكم من تفاسير حتى المتطرفين، يعني أنها هذه الآية التي قالت ويطعمون الطعام، بسم الله الرحمن الرحيم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هذه لآخر الآية، وهي معروفة القصة أنه في ليلة جاء يتيم وأعطى الزهراء والإمام علي أعطوهم الطعام، في اليوم الثاني قال يتيما ويسيرا وأسيرا، والثالثة جاء يتيما ويسيرا ويعني ويتيما وأسيرا، وبالتالي بقوا ثلاثة أيام تقريبا يعطون فطورهم إلى المحتاجين، فنزلت هذه الآية بحق علي وفاطمة. هذا التفسير ليس تفسير الشيعة، بل كل التفاسير السنية تقول ذلك. حتى تصور أن ابن تيمية الحاقد على علي يقول هاي نزلت بحق علي وفاطمة. عفوا. وهذه الآية، انظروا إلى عظمة هذه الآية، حتى ترون بأن الله سبحانه وتعالى خالق الأكوان كم يعطي للزهراء منزلة. طبعا احنا اتفقنا الآن كل المفسرين السنة والشيعة يقولون بأن هذه الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا نزلت بحق علي وفاطمة، لا اختلاف فيها. هذه يعني واحد يقول لك ها هذا تفسير شيعي، لا الكل متفق عليها، حتى الوهابية يعني. ولكن انظروا إلى هذه السورة كيف تكمل. يعني طبعا تكلم يطعمون الطعام لحبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ولا أنتم كل وجه الله تعالى نعد منكم جزاء ولا شكورا، وبعدين يبدأ الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الجزاء الذي سيعطيه لهؤلاء اللي هو علي وفاطمة، يتكلم عن الجنة فيقول إن في الجنة سيعطيكم الله كذا وكذا وكذا وكذا، كل شيء في هذه السورة ذكره الله سبحانه وتعالى عن الجنة، كل شيء بالجنة الله ذكره بالقرآن عن الجنة ذكره في هذه السورة إلا شيء واحد لم يذكر، كل شيء ذكر المشروبات والمأكولات والحياة وغيرها اللي ذكرها كلها بالجنة، شيء واحد بس ما ذكره هو الحور العين. والحور العين هي النساء الجميلات هذا في الجنة للرجال جزاء. الله لم يذكر الحور العين احتراما لفاطمة، لأن الحور العين ستكون لمن؟ هو الله وصف الجنة لعلي وفاطمة، ذكر المشرب والمأكل والراحة، وهي تخص الرجل والمرأة. الحور العين تخص من؟ تخص الزهراء لا تخص علي، إلا هذه لم يذكرها احتراما لفاطمة، إجلالا لفاطمة، توقيرا لمكانة فاطمة، يعني أنه أنتم عملتم كذا فلكم الجنة، الجنة بها كذا 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 كذا، ولكنه الله لا يستحي أن يضرب مثلا، ولا الله العظيم اللي خلق الكون، لكن هذه الجزئية ما ذكرها احتراما لمن؟ لفاطمة، وإجلالا لمنزلة فاطمة، يعني أنت تبقين عظيمة وعزيزة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك علي كل المؤمنين ستكون لهم حور عين إلا علي، فستكون حور عينه الزهراء، لمنزلتها هي ستكون حور عين لعلي بن أبي طالب. ولذلك الله سبحانه وتعالى
لم يذكر حور، لم أذكر حور العين احتراما لمنزلة الزهرة. فأي منزلة هذه؟ أليست منزلة عظيمة؟ طبعا راح أقول لك هذا تفسير، هذا تفسير شخصي، لا لا، هذا التفسير الوهابي والتفسير القرطبي وتفسير ابن عباس وتفسير كل المفسرين، كل المفسرين قاطبة، والشافعي وأيضا والطبري، كل التفاسير، كل التفاسير. ارجعوا للتفاسير وعودوا لهذه السورة وشوفوا ماذا يقول القرآن والمفسرين أنها نزلت بحق علي بن أبي طالب. ولكن الجزئية الأهم أنه ذكر كل شيء إلا شيء واحد ما ذكره، ذكر طبعا ابن تيمية لو يعرف هاي كان ما قال هاي نزلت بحق علي وفاطمة. لكن هذه طبعا لا يتصور ابن تيمية فد شخصية هيك هائلة، لا لا، لديه ثغرات هائلة. هو اللي يؤمن بالتجسيم، ان الله الى ايد ورجل ويقعد على العرش وما ادري شنو، ومحدود وكل محدود معدود، والله واحد لا ليس له ثان، فكيف يكون محدود؟ من يكون محدود يكون معدود. فانت من تقول الله قاعد على الكرسي ولا رجلين ولا يدين ولا عيون، خلاص اذا محدود، اذا معدود، اذا نهيت الوهيه الله. هذا ابو تيمية يعني، هذا مفكر عظيم يعني. انا استغرب من هذا الرجل، ليش له اتباع؟ بس الفلوس اخوان، 10 مليار دولار، 10 مليار، هذا مو اني قالها محمد بن سلمان، راجعوا خطاب محمد بن سلمان قبل 3 سنوات، قال نحن نواجه الآن مشكلة التطرف، وكنا نحن في السعودية ندفع 10 مليار دولار لنشر المذهب الوهابي، والآن علينا أن نغير. الرجل يعني قال احنا حقيقة كنا نصرف، هذا قال محمد بن سلمان مو أنا، كنا نصرف على الفلوس على نشر المذهب الوهابي وهذا، ولكن الآن بدينا عملية إصلاح وبدينا عملية تجديد، وهناك حريات وهناك خروج للمرأة وهناك مدري شنو وهناك ما شاء الله، حتى فتحوا قمار وفتحوا كل شيء ما شاء الله يعني. فالرجل هو قال يعني محمد ابن سلمان قال كنا نصرف 10 مليار دولار لنشر المذهب الوهابي. راجعوا، لا تحشوا معي، راجعوا محمد ابن سلمان يعني، أنا رجل شاب هو ويريد يسوي تغيير يعني. ايتر صح خطا انا ما علي، انا ما احكي دائما تحاول اذمه، بس هو رجل شاب يريد يعني، عنده مشكله مع الوهابيه، نعم عنده مشكله مع الوهابيه، ينجح عليهم يقدرون عليه، هاي المستقبل، ولا اظنه سيقدر عليهم. طبعا هنالك مشاكل كثيره ستحصل، لانهم دوله قائمه على تطرف وعلى مذهب في غايه التطرف. يجيك واحد يقول لك لا انفتحوا ارض الامريكان وارض ما ادري شنو، هذا لا، الآن شوية أكو استقرار، بس سرعان ما تصير محاولات كثيرة. وبعد ذلك يعني أنا لا أتمنى للسعودية، بلد مسلم وشقيق وعربي، لا والله لا والله لا أتمنى لأرض الحرمين أن, 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 أن يكون فيها الدماء وفيها القتل، لا والله لا والله، وحاشا لله، نعلة الله على من يتمنى لكل مسلم ولكل بلد عربي الدم والقتل والتناقض والتناحر. ولكن أقصد هي هنالك فكرتان الآن تتصارع يعني، الله سبحانه وتعالى يدري، والمستقبل هو الذي سيثبت من سينتصر، هذا الانفتاح أم ذلك الانغلاق، والله سبحانه وتعالى يحدد يعني. لا أريد أن أتكلم في هذه القضية، القصد أنه هذا يعني هذا المذهب ابن تيمية يعني والوهابية انتشر بفلوس، فلوس كانوا يصرفون مليارات يعني. أنا شخصيا أخوان ألقيت محاضرات في 70 بلد في العالم، وأما بنعمة ربك فحدث. كنت أزور بلاد إسلامية هذه السنة، أجد في السنة القادمة جوامع تتحول إلى وهابية، وسأكون صريحا رغم أنه كلام قاسي وشوية صعب القول، كنت أزور أذربيجان وألقيت محاضرات في سنوات متعددة. في سنوات أجد هاي القرية تقول تصلي، كانوا شيعة علي ولي الله، بعد سنوات أجي الجامع صار وهابي
في أذربيجان، وقلت لهم للمسؤولين أنكم ستواجهون مشكلة أخوان، لأنه هذه الجوامع ستفرخ متطرفين يدزوهم العراق بالأخير يرجعوا عليكم. قالوا نعم الحل. قلت لهم الحل فكر بفكر. قال مو احنا ردنا وبعدين يريدون اسقاط النظام شنو هذا. قلت لهم لدينا بالنجف ما عدنا احنا اسقاط النظام، ولا عدنا شيء، ولا عدنا ولاية كذا وهذا، احنا عدنا علي محمد وعلي. فابعثوا طلاب الى النجف خاطر يرجعون يصيرون أئمة جوامع لديكم حتى تحافظون على مو مسألة سنة وشيعة بس حتى تحافظون على استقراركم. انتم بس تحولون من شيعة إلى وهابية، وهذا يخلخل المجتمع معكم، أغلبيتكم انتم شيعة يعني. فحتى يستقر الوضع يعني ما لم أجد أذانا صاغرة لا هناك ولا هنا ولا هنا. جئت وناشدت يا تعاونوا مع الآذاريين حتى تستقبلون طلبة وهذا، يعني لا أن أفصل في هذا. أتمنى من يسمعني الآن أن يأخذها فكرة ويستمر. يعني الأخوة في أذربيجان منفتحين على النجف الأشرف يعني، والناس جدا متفاعلين، والناس أيضا كانوا حريصين جدا على هذا. لنستفاد من هذا، نستفيد من هذه القضية وندز على طلبة من أذربيجان يدرسون بالنجف الأشرف على حسابنا. ما شاء الله الحوزة الحمد لله بسبب الخمس والزكاة لديها أموال قادرة أن تستضيف، والحوزة لم تقصر في حياتها وقدمت للإسلام الشيء العظيم، بل ثبتت الإسلام في دول كثيرة، وهذا كله ببركات الله سبحانه وتعالى وبجهود الحوزة في النجف الأشرف. ولذلك يعني هذه مخاطبة من إنسان متواضع يعني. فالقصد هذا الفكر الذي ينتج عن هذا الشخص بالتأكيد هو فكر متطرف ولا يمكن أن يصل. وشون نجحوا فيه في أذربيجان يعني شيء بشيء يذكر. أنا رحت لهم قلت لهم بابا أنتم مو كنتوا قبل فترة شيعة، شو صرتوا وهابية رحايا ومن جوب لابسيدي دشاديش وهذا. قالوا لي احنا يعني صرنا مسلمين، تصور صرنا مسلمين. شلون؟ بعدين سألت حتى النساء لدهم، قالوا احنا تجينا مساعدات كانت من دولة معينة، مساعدات غذائية وبها المسائل الشرعية لابن تيمية بالآذاري، فهذا يجيبوا له أكل ويا المسائل الشرعية بدأ يقراها، هو ما قال كتاب دين بحياته، مسامع خطبة بحياته، رأسا المسائل الشرعية لابن تيمية مباشرة يتحول إلى وهابي. فهذه الطريقة يشغلوهم مدري شنو، يبنوا لهم مدري شنو مدرسة جامع مستشفى على مدري شنو على هذا على هذا، وبها كلها المسائل الشرعية ابن تيمية. نجحوا. وذلك أكبر مثال روح شوف أذربيجان يعني. أو أنا زرت ألبانيا وزرت كوسوفو، كانت عندي محاضرة هناك في البوسنة والهرسك قبل 30 سنة زرت، لا بالضبط 79، شاب صغير جدا زرتها، وبعدين زرتهم بالتسعينات يعني، وزرتهم بعدين بال 2014 15. فكانوا كلهم بكتاشية يعني صوفية شيعة يعني صوفية متشيعين يعني. الصوفية أكو بهم شيعة، هي البكتاشية يعني بقايا الانكشارية والعثمانية وهذا. الآن هذه الأماكن البكتاشية تتحول رويدا لأنه تلاحظ رأسا يتحول إلى لحية وقاتل، ويجون يجوك بذلك من ألبانيا، ويجوك من كوسوفو، ويجوك من هذا سراييفا، يجوك ذول الذباحة والقتالة والدواعش كلهم من هاي المناطق. ذولا كانوا بكتاشية، كانوا صوفية شيعة يعني، ولكن للأسف أيضا هم تبنوا لهم كذا ومشون ومسائل الشرعية ومشون راح سوا لحية. ولذلك بعض الجوامع الشيعية ختلة، ومن رحت زرتهم ختلة ودير بالك تمر من يم الجامع الكذا هذا وهابي وترى يقتلونه مدري شنو هذا،
والشرطة حاميتهم وهذا يعني يذبحون حكم صار رعب يعني. طبعا ضروري أن نفتح هكذا موضع أخوان، لأنه الحقيقة يجب أن تصل هذه الآراء وهذه المعلومات إلى صناع القرار الديني وهذا. ولذلك الآن بدأ التحول كبير جدا للبكتاشية، والبكتاشية طبعا هم مو شيعة اثنا عشرية، لا هم صوفية يعني لا يصلون ولا كامل ولا بدشون ولا صوم كامل، بكتاشية عندهم حب مو على اللهية، بكتاشية يعني صوفية بس لهم تبتل لأهل البيت يعني، ولهم حب لأهل البيت يعني. هؤلاء ممكن نستغلهم يعني نوظفهم ونحولهم إلى اثنا عشرية يعني ببساطة يعني. ولذلك احنا استغلينا اليوم هذا المناسبة يعني، أعرف هو كلام قد يعتبره بعض خطير لكنه هذا لله ولرسوله وللإسلام الحق. طبعا الحديث طويل، إن شاء الله في الأيام القادمة نتكلم عن أشياء أجمل وأكثر تأثيرا في الواقع. وبذلك أقول لكم شكرا جزيلا وإلى اللقاء مع رق تحياتي.